قال ويحرم وطئها في الدبر، يعني قلنا قبل قليل أن الرجل له أن يستمتع بزوجته بأي صورة كانت، لكن بشرط أن لا يأتيها في الدبر. هذا محرم، هذا عمل قوم لوط بين الرجال مع بعضهم البعض وكذلك مع النساء. الأصل أن هذا لا يجوز الإتيان في الدبر، سواء أتى امرأته أو أتى غيرها، أتى رجلا أو أتى امرأة أجنبية أو أتى زوجته، كل هذا يحرم اللي هو الإتيان في الدبر. والله تبارك وتعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني يأتي الحرث، ومكان الحرث هو القبل وليس الدبر، وجاء في الحديث يأتيها مقبل أو مدبرة إذا كان في القبل، الأصل في القبل، فلا يجوز جماع المرأة في دبرها، بل هذا من عمل قوم لوط والعياذ بالله. واشتهر عند عامة الناس أن الرجل الذي يأتي امرأته في دبرها أنها تطلق منه، هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا أنها تطلق منه إذا أتاها في دبرها، هذا غير صحيح، وإنما عليهما أن يستغفر الله تبارك وتعالى ولا يعود لمثل هذا الفعل. وكذلك الحديث الذي ورد أنه لعن الله من أتى امرأة في دبرها، كذلك لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا أن الإتيان في الدبر مباح، بل الإتيان في الدبر محرم، لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في دبرها.